في أجواء من المحبة والفرح اجتمع أهالي بلدة المشرفة في ريف حمص الغربي للاحتفال في يوم كرمة الخضر، وهو احتفال يقيمه أهالي البلدة في اليوم التالي لعيد الميلاد المجيد منذ أكثر من 100 عام لدعم التكافل الاجتماعي في القرية. وقد شارك بالاحتفال محافظ حمص وفعاليات رسمية وشعبية. من هنا من بلدة المشرفة عشنا اليوم فرحة حقيقية وعرس حقيقي، هي كرمة مرجرجس الخضر. هذه العادة والفلكلور والتقليد الذي يجمع أبناء القرية ويوحدهم ويجعلهم يدا واحدة، اليوم عشناه بفرح حقيقي بفضل مشاركة أعضاء مجلس الشعب والسيد محافظ حمص ممثلا القيادة في سوريا. ما هذا إلا رسالة واضحة، نحن الذين نعيش على خط الجبهة، من هذه اللحظات أعلننا بشائر النصر في سوريا، وإن شاء الله بفضل جيشنا وفضل تضحياته سنكون لسوريا النصر الأكبر. عشت اليوم كرمة ما يسمى بالخضر عليه السلام، هو مار جرجس مسيحيا، فكل طوائف القرية، كل القرى اللي حوالينا ما تشارك، ما تقدم، كل إنسان ما يقدم ما عنده في نظرية التكافل الاجتماعي، وما تعيش مع بعض البعض في حب وتعاون. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم في السلم والسلام على هذا البلد. نحن بعثنا رسالة لكل الناس بالمنطقة أنه أهل المشرفة شعب متسامح، شعب يريد السلام، فهذه المناسبة، هذه الكرمة، كرمة الخضر أو ما جرجوس، هي تعبير عن محبة أهالي المشرفة بكافة أطيافها. شعب يريد أن يكون حر وسيد بدون ضغوط خارجية، بدون شيء. يحضر لهذا اليوم بجمع التبرعات من كل أطياف البلدة ليتم طهي الطعام وتوزيعه على الفقراء، ويبدأ الاحتفال بالتجمع في كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس في طقوس دينية واجتماعية، ومن ثم يجوبون شوارع البلدة بأهازيج توارثوها عن الأجداد ليجتمعوا مجدداً لتناول الطعام وتبادل التهاني. عادي بيحتفلوا فيها سنوياً، كانت تقام مشان استسقاء المطر، وبيقولوا كمان الخضر يعني اللي هو مار جرجس أنه بيحمي القرية، هو حامي القرية، فبيعملوا هالاحتفال هذا وبشارك فيه كل القرية. نحن اليوم عم نحتفل بحضارة قديمة للمشرفة ونعتز فيها، وهي بتعبر عن أخوة الشعب وعن تصادقوا مع بعضهم. كرمة الخضر هي بتدل على التلاحم الموجود بسوريا، وهي نموذج عن سوريا كلها، كونه نحن من إسلام ومسيحيين أخوي ومتكاتفين مع بعضنا. احتفالنا اليوم هو مناسبة بنحتفل فيها بالعادي كل سنة هون ببلدة المشرفة، بتعبر عن أخوة الشعب وهذا والتسامح، وهو من عادات بلدة قطنا القديمة. كرمة الخضر بتعني المحبة والسلام والأخاء بين الناس، ونحن بضيعة متجانسة، فلذلك بلموا الكرمة من كل بيت متجانسة، مفهوم الكلام شو هو يعني، بتنطبخ هالكرمة وشوفت عينك كل العالم بتاكل وتشرب بس للبركة. كرمي بتعبر عن المحبة، بتلمنا كلياتنا، كل سنة بتصير بيناتنا، كلياتنا بنلتم بالكنيسة، وهي بتعبر عن المحبة بميلاد المسيح. نحن وصغار وعيانين على هالاحتفال والكرمة الحلوة، نحن عطول نحن عطول سوريين مع بعض، جامع وكنيسة ما في فرق بيناتنا، وإن شاء الله عطول بضل عامم السلام والمحبة على سوريا، وإن شاء الله عطول بنضل مع بعض وبننتصر على هالإرهاب. يجسد السوريون إرث تاريخهم عن المحبة والتسامح من عادات وطقوس ما زالت تمارس للحفاظ على تراث وتاريخ وحضارة لا تجتمع إلا في وطن واحد. سوريا حكاية لا تنتهي.